ومعنا في الاستديو للتعليق على هذا الموضوع الكاتب الصحفي سيدي محمد ولب العمش، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. هل يتطور برايك الرفض المتكرر لحزبيه تكتل واناد الاجتماعات المنتدى الى خلافات حاده ربما تدفع باتجاه الانسحاب؟ نعم، هو يتطور شيئا فشيئا تماما. اعتقد انه يتجه للقطيعه. اعتقد ان الخلاف نشأ صغيرا حول نقطة التواصل المباشر مع النظام حول الحوار المرتقب، ليتطور بطريقة إثر تصريحات أبو حبيني في إحدى القنوات الفضائية. كتب الحزبان بيانين منفصلين ينتقدان في تصريحات أبو حبيني، ثم قاطع المسيرة، ثم قاطع قبل ذلك قاطع ندوة لمكافحة الفساد كان يتوقع لا يقاطعها، فهم يتفقون على ما سيقال فيها من أفكار. أتوقع أن يتجه الأمر إلى قطيعة نهائية مع 13 حزبا المشكلة للجناح السياسي في المنتدى واحد الديمقراطية وحزبي إناد وتكتل المشاهد. طب لكن بخصوص رفض اللقاء الأخير حول تقييم المسيرة، ألا يعتبر الحزبان محقين في رفضهما تقييم السيرة لم يشارك فيها؟ لماذا المنتدى أصلا يدعوهما لذلك؟ الأصل أن 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 يأتي لتقديم اعتراضهما على مسيرة لم يستشارا فيها. على كل حال، المسيرة هم يتفقان في المبادئ التي نظمت من أجلها، انتشار الجريمة، مكافحة انتشار ضعف الأمن وهكذا. هذه النقاط يتفق عليها كل الطيف السياسية المعارضة الموالية وهم يتفقون عليها. كان يفترض أن يشاركوا في هذه المسيرة. الآن أتوقع أن يقوم الحزبان بمسيرة أخرى، هذا ما أتوقعه، بمسيرة أخرى ليعبر أنهما لديهما قواعد شعبية واسعة ويعبر عن مبادئ المشتركة بينهم. نعم، بالنسبة للمنتدى هل